يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء، أنا أخو الشهيد بسم الله مطروح من القرآن. والله كان على طول بيتمنى الشهادة، كان على طول يسبقني بشهادات كتير، وبالفعل سبقني والله يتقبله. طبعا نحن من عهد رب العالمين العالمين أن نفسنا من دفع جنة التقوى إن شاء الله، نحن مستمرين على هذا الطريق بإذن الله. بس خاصية برو شغلته شوي يا ابو مصعب. يلا ايه اسا ايه ديروا شوي. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. حط ريحة مرة بظهره، حط ريحة مرة بظهره، خذوا بالريحات خذوا بالريحات. الزفي هات باغلار سكو باغلار سكو. الله يتقبلوا يا شباب، ادعوا له يتقبلوا يا شباب. ايه بس ايه تمام هيك شوي بس هاي. والاجرين كان من ورا الواي ابو حسان. ايه مسكين بلا هذا. يلا ايه من ورا من ورا من اجرين كمان. لا 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 ابو صعب، لا لا ابو صعب، لا راسه لا من ورا اجرين. اذا اجري فتوا الله يرحمه. الله يتقبله يا شباب. امين يا الله. الله يتقبله. امين يا الله. والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان. وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان. يدعى بسوق تعارف ما فلا غش ولا أيمان. هذا وخاتمة النعيم خلود يا أبو الشهداء أبدا بدار الخلد والرضوان. يا رب يعني ما زال يعني من الشهداء إن شاء الله يكون ديارهم بالجنة. عنده أخ أبو خالد لأي ملا عم يجاهد نفس الكتيبة نفس المسير معه نفس الكتيبة. الحمد لله رب العالمين، يعني نفتخر فيهم يعني. أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران. وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان.